تسعة المعصومين من ذريتك وبنيك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل قريب يا مظلوم كربلا. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين، أخنا على عترة الهادي فشتتهم فهم أخنا على عترة الهادي فشتتهم، فما ترى جامعا منهم بشخصين، بعضهم بطيبة مدفون وبعضهم بكربلا وبعض بالغريين، وأرض طوس وسامرة وقد ضمنت بغداد بدر حلا وسط قبرين. يا سادتي ألمن أنعاسا ولمن أبكي بجفن من عيني قريحين، أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم الحسين منقم بين الخميسين، وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية، الحشر ما ننسى مصابك والرزية، ننسى وسهم صاب قلبك يا ذرانا، ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا، ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا، وخيل وطت صدرك على حر الوطية، والله داست يا ابن حدار على قلوب المحبين، وبقلوب نتخليك عارب غير تجفين، وذبح الطفل هذا محال ننساه يا حسين، ولا ينسى ركوب الوديع على مطية. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المضطهدين،
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدتي نساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا سادتي كنا معكم نفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، أيها الراكب المجد إذا ما نفحت بك للسرى من قالوا على طيبة ففيها قبور من شذاها طابيت صبا وشمال، إن في أرضها يا قبور إليها تنتمي البيض والقنا والنبال، فإذا استقبلتك تسأل عنا من لؤي النساء من نساء والرجال، فاشرح الحال بالمقال وما ظني يخفى على نزار الحال، نادي ما بينهم بني الموت هبوا قد تنابتكم حداد ثقاس قالوا، هذه جردكم صدرنا عوار جد منها معارف وقذال، ونساء عودتموها المقاصير ونساء عودتموها المقاصير، ركبنا النياق وهي هزال هذه زينب هذه زينب، ومن قبل كانت مفنى داريا تحط الرحال، صاير عليها قال لمسة اليوم والرزايا عليها، أمست اليوم والرزايا عليها، يا لقلبي تصدق الأنذال، بقصى المدينة أم البنين الصيح بالويل تنشد يا أبو فاضل هيل يا صنديد الرجاجي، قولوني يا ابن بل وشقيت الصفوف دارت عليك القوم، يا ابن مزان وسيوب وقعت يم المشرع مقطوع
نشوف مفضوخ راسك والدم من جروحك السيف. يقولوا طبيت النهر وطلعت عطشان ورديت قلبك بالضمى ملتهب نيران. ما صار مثلك يا ضي وعيوني بالخوا لجلك لواصل بالبكى نهاري مع الليل. يقولون راسك يوم حطه بحجره حسين للقاع رديته يا عقل ويا ضي العين. يا ليت مثلك يا الولد ينذبح سبعين هيكون جدة ولينا الدوس هالخير. لوم يا ابني ضيعي زينب وليتام الموضعي فوضايع والقوم ظلا. والله حسافا كان زينب طبت الشاء من غير والي والولي مقيد بزنجي. ولكنما المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: الخير عاده الشر عاده، فعودوا أنفسكم على الخير يرحمكم الله. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل الفرج عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ثانية يغفر الله لكم. لأم البنين الثالثة بأعلى أصواتكم. وارحمنا بمحمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا كريم. لازلنا نتحدث بسياق الأول الذي بدأناه، حيث التوجيه التربوي والمعنوي للفرد والأسرة والمجتمع. لا يخلو مجتمع من المجتمعات الإنسانية من بعض السلوكيات والعادات الخاطئة. فلو نظرت نظرة متفحصة مستوعبة للمجتمعات الإنسانية لوجدت أن في كل مجتمع من المجتمعات هناك عادات وسلوكيات قاطية، لكن الناس اعتادوا على فعلها وعلى ممارستها. وهذه العادات وهذه السلوكيات الخاطئة كأنما هي نشبهها بكرة الثلج تتوسع تتضخم مع تطور المجتمعات ومع تواصل المجتمعات. ربما تزيد
وربما أيضا تقل، ربما يكون هذه العادات مكتسبة، وربما هي أيضا من نفس المجتمع عند عادات وعند تقاليد خاطئة. يوم نريد احنا نسلط الضوء على هذه الجنبة الحيوية التي كثير منا ربما يمارس عادات وسلوكيات هي خاطئة، ولكن بعد على حسب التعبير يقول تعودنا على هالفعل وعلى هالممارسة. الدين الإسلامي، الشريعة المقدسة، الدين الخاتم، جاء وأشار وبين لهي محورية أيضا ما أهملها، وأنما أعطاها أيضا حيزا من التوجيه، وأعطاها دفعة من التثقيف، وآمر بفعل سلوكيات معينة، وآمر بأخذ عادات معينة، ونهى عن سلوكيات وممارسات معينة وعادات معينة. الشريعة المقدسة منهج جاء من أجل صياغة الإنسان، الصياغة الإنسانية التي تحمل هذا المعنى، معنى الإنسان المتكامل الخالي من الشوائب، الخالي من الأخطاء، الخالي من الزلات، الخالي من الأفكار المنحرفة. يريد صيغة، صياغة نموذجية. كنتم شنو؟ قال آيش تقول؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. باعتبار الدين الإسلامي الدين الخاتم يريد صيغ الأمة هكذا، هي أفضل الأمم، أحسن الأمم، والأمم الأخرى تقتدي بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أنت تشوف وضع الله سبحانه وتعالى لنا شخصا اسمه رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، نموذج للقدوة الرائعة جدا. لو الآن تفتش في العالم كله لا أحد يصل إلى مرتبته، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء، والأنبياء يقتدون برسول الله صلى الله عليه وآله إلى هالدرجة. لذلك أوصياؤه صلى الله عليه وآله وسلم قبس منه، من شخصيته أيضا. علي من لحمي، علي من دمي، يعني شخص رسول الله في علي، نموذج أيضا متكامل. فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيضا امرأة متكاملة، قدوة لجميع نساء العالم، وليس عالمها فقط وإنما العالم، كل العالم. الحسن والحسين والأئمة عليهم السلام إلى آخرهم، مولانا الإمام الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه، إلا المسيح على ما له من مقام يأتي ويصلي خلفه. هاي المحطات إنسان يجي يفكر بيها، ينظر بيها، تريث شوية، كيف يعني؟ يعني نموذج عالٍ. إذن إحنا وين الآن؟ إحنا لازلنا نحبو.
لازلنا نحتاج إلى كثير من أن نأخذ منه. سلوكيات معينة، عادات معينة، أخلاقيات معينة، اجوا رسم منهج متكامل. ديوننا الحنيف هكذا أمرنا بأن نأخذ بالعادات، ولكن أي عادات، أي تقاليد، أي سلوكيات، مو بمجرد أن نشوف سلوكية من سلوكيات معينة في مجتمع معين أجيبها وأفعلها وأمارسها. لا، خليها أول على ميزان الدين، خليها على ميزان القيم، خليها على أخلاقيات مجتمعنا الإسلامي. شوف تركب له ما تركب، تتماشى ولا ما تتماشى ويا الدين الإسلامي، إليها محطة لو ما لها محطة. مو بمجرد أن تشوف بالغرفة شي صاير فالتقليع صايرة تعجبك، يعني تجي وتنثرها في المجتمع الإسلامي ويأخذ بها ضعاف الثقافة وضعاف الدين وتصبح عادة عندنا في المجتمع عادي. هاي الأصنام، أول ما صارت الأصنام الأصنام ما نجت، دول زعماء قريش كانوا يروحون بلاد النصارى وشافوا هالشكل نماذج، ناس عندهم صنم يسجدون له وكذا وغيره. هذا الزعيم، الزعيم القرشي عجبته القضية، اشترى له صنم من أصنام الله هناك، جاء علقه على الكعبة. بالبداية اثنين ثلاثة أربعة، بعدين لا، صارت كل مكة تعبد الصنم، كلهم كانوا يعبدون الصنم، وكل قبيلة أخذت لها صنم وظلت شنو تقرب له القرابين. وتغير المجتمع كله. ارجع إلى تاريخ مكة وشوف، شوف هذا هو. الآن احنا عندنا أيضا بعض العادات والتقاليد والسلوكيات، من وين جاية؟ جاية أفراد راحوا إلى الغرب، ها شافوا هذه أو عبر التلفون، عبر الأجهزة، عبر كذا، استحسنوها بعض الناس، اجوا مارسوها، شافوهم أيضا بعض الناس الآخرين عجبتهم، أخذوا بأصبح شيء طبيعي. وإلا أنت متى شفت في مجتمعنا الإسلامي واحد يجي لك في المسجد بشهر تفاني لا يريد يصلي؟ متى شفت أنت؟ أشفت الفهم الزمن هذا، هذا زمن. ولا من قبل تشوف هالشكل يقول ما موجود، بس شفنا هنا ما عرسنا وأصبح عندنا عادي. أحد يقول لي من الآباء، يقول والله احنا تأذينا ويا الشباب. قلت ليش الشباب تتأذى منهم؟ ما يصير، الشباب هم مستقبلنا، الشباب هم بقائنا، حياتنا، الشباب هم الكل في الكل. قال ايه، بس يجي يصلي في الصف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث، يسجد، يركع، تشوف بعض أجزاء بدنه المحرمة تطلع، شو يسوي؟ هم إذا تقول له هم ما يرضى، ما يرضى، وش يسوي؟ هذا هم وين اكتسبها؟ اكتسبها كذا. عندنا بعض العادات، بعض السلوكيات، احنا شوية خليه نجي نشوف عادة، سلوك، فعل، نجي نخليه على ميزان الدين، ميزان الإسلام، نشوف يركب لو ما يركب. إذا يركب زين، لأن ديننا دين واسع ويتقبل الطرف الآخر ضمن موازين معينة، ضمن أساسات معينة. إذا وافق الكتاب والسنة أخذ به، أما إذا يخالف الكتاب والسنة ليش تأخذه والطبقة عندك؟ من العادات خصات الشعر والتسريحات،
احنا ما اريد نعدد لانه واجد عندنا ما شاء الله في هالزمن هذه كثرت من العادات والتقاليد. المرأة قصة رأسها تطلعها عليها عباية وعليها شاردار وعليها وعليها ومرأة ملتزمة والصلاة والصوم وحج وزيارة زين، بس مقدمة الرأس الشعر طالع موديل هالمنطقة هالشكل. هاي من وين جاية؟ فاطمة الزهراء هالشكل، زينب هالشكل، أم كلثوم هالشكل. ما عندنا واحدة من أهل البيت اللي هو نماذج إلا على هالطريقة وعلى هالنفس. ما عندنا. ذن عندنا احنا ضوابط معينة الدين اجا وخلاها وقال هاي الضوابط امشوا عليها. اي سلوك تشوفونه من اي مجتمع من المجتمعات، ديننا ما يقول لك لا تنفتح على الاخرين. انفتح على الاخرين وخذ من عدم شنو الزين، اخذ من عدم اللي ينفع، اخذ من عدم اللي يقدم ولا يأخر، اخذ من عدم اللي يرضي الله ويرضي رسول الله ويرضي الأئمة. ما احنا اسمعنا آيات قرآنية ان عملنا يعرض على الله ويعرض على رسول الله وعلى أوصياء ماشيك. من العادات ايضا يجي المسجد بدشداشة، بعد ما عليه دشداشة وش راح يتحملها؟ لكن بالنتيجة انت جاي الى رب العزة والجلالة، جاي تناجيه، جاي تدعوه، جاي تبتهل اليه، جاي عندك حوائج، جاي عندك هموم، جاي عندك مشاكل، جاي عندك وعندك ما شاء الله. كل واحد من عندنا عنده كمية كبيرة جدا، تريد واحد ها يشيلها عنه؟ من هو اللي يشيلها غير الله؟ راح تعال الى عاد بهيئه ها في مستوى انه فعلا ينظروا اليك. اما اذا جيت ونص الظهر طالع ونص كذا طالع وما ادري شنو طالع، شلون الله ينظر اليك؟ ما ينظر اليك. زين اخواني، إذن خلينا في هالعشر دقائق نشير إلى أولا أن عندنا عادات سيئة وسلوكيات خاطئة تؤثر على الصحة، عندنا عادات سلوكيات تؤثر على الأسرة، عندنا عادات سلوكيات تؤثر على وحدة المجتمع وتآلف المجتمع. هذه لازم يكون الإنسان عنده معرفة بيها حتى يعرف شلون يتعامل. من السلوكيات و العادات السيئة التي تؤثر على الصحة، واللي احنا ايضا بعض الاحيان صايرين لا اباليين فيها ونتعاطى وياها تعاطي جدا بسيط وسهل. مثلا البعض ياخذ مسكنات كثيرة، مضادات حيوية كثيرة. هاي المضادات الحيوية تأثر على الجسد، تأثر على الدماغ، تأثر على الأعصاب. مو في كل حالة بمجرد شوية المراسي قال جيبوا لي اسبريت شوية تهيئت غيرها. ترى هاي الكبسولات اللي تاخذ لا تتصور ان هي ما فيها مضار، فيها مضار كثيرة. أو يفرط في أكل الدهون مثلا، يقول له موت واحدة، موت واحدة، جهي مو مسألة موت واحدة،
وإن لجسدك عليك شنو؟ ما شنو أنت مسؤول عنا أمام الله، مو بس موت وحده انتهى الموضوع، مو القضية هني، لا قضية هناك باشر. وإيش تعد جوابي إلى الله؟ شو تقول له؟ موت وحده. لكن هذه حكايات البسطاء، لا موت وحده، يفكر الموت سهل، موت سهل. لا الأنبياء عليهم السلام يستصعبون ذا الموت، الأوصياء يستصعبون الموت، الأولياء يستصعبون. أنت تستسهل الموت؟ فكر سهل يعني؟ لا، هذه جسدك تمسؤول عنه. تعال الآن عندنا موجة أيضا من موجات اللي شوية هي من العادات الخاطئة، أولاد صغار حامل له زين علبة الجقاير ويشرب ومعتبر نفسه خلاص وصل إلى كمال الرجولة، صار رجال يوم خلى هذه بيده، ما يدري إن هذه مردودها جدا سلبي عليه، تأثر على صحته، تأثر على طاقاته، تأثر على إمكانياته، تأثر على قدراته العقلية. أبوها من يصحى ما يقبل، صديقها من يصحى ما يقبل، مدرس مالها من يصحى ما يقبل، ويعتبر هذه إيجابية. التدخين إيجابي؟ لا مو إيجابي. كل المراكز الصحية تقول أن من ضمن وجود السرطان هو شنو؟ الدخان. مرض هذا المرض الخبيث، ده الموت البطيء. وانت شاب بعدك 14 سنة 20 سنة، ايش ليك بهذا المرض؟ بس لان شاف واحد قاعد وحامل الجارة بيده قالوا خلاص صار خوش صار رجال، بعد ما حد يكلمه وما يتقبل من احد، بس هذا عادة سيئة، هذه عادة مو صحيحة. الحل، الحل انه لازم الانسان مع هكذا شخص اتخذ اجراءات لبحيث انه بشكل او باخر يضيق عليه حتى شوية يمكن يصير عنده فكرة ان يتراجع عنه، بالنص، بالتوجيه، بالتذكير، بالتخويف من اثاره السلبية، وعلى المعدل. عندنا ايضا هناك مولانا عادات سلوكيات تأثر على المجتمع، المجتمع وعلاقاته مع بعضها البعض وتعاونهم مع بعضهم البعض وحدتهم منها حالة التحزب، جماعتي وجماعتك وماتمي وماتمك ومسجدي ومسجدك وديوانيتي وديوانيتك، وعلى هالمعدل هذا، وجمعيتي وجمعيتك. هذه حالة التحزب مرفوضة دينيا، مرفوضة، غير مقبولة. ليش؟ لأن هذه تؤسس إلى تباعد أفراد المجتمع عن بعضهم البعض. حالة الوحدة وحالة التآلف وحالة التحابب وحالة التعاون تقل، تلازم حتى لو أنشأت جمعيتين أو هيئت أو أقمت هيئة معينة، أعطي من ينتمي لهم فكر التداخل مع الآخرين. هذا هو ديننا، ديننا هالشكل، وطريقة أئمتنا عليهم السلام هالشكل أيضا، وأسلوبهم هالشكل.
وإلا أبو الأئمة عليهم السلام الإمام الصادق أو الإمام الباقر ما كانوا يعرفون فلان وفلان على المذهب الكذائي والمذهب الكذائي يعرفونه بس كانوا شنو يتعاطون معهم تعاطي شنو للجميل حتى تقلل من هذه حالة الاحتكاكات وحالة الانتقادات وحالة التباعد ما بين أفراد المجتمع لأن في وحدة المجتمع قوة ومنع وإضعاف للعدو وفي حالة الفرقة قوة للعدو الغيبة نميمة هاي كلها من الأمور اللي شنو تفرق ما تجمع أسمع حجاية من عند السيد أنا ضعيف الإيمان أروح أنقلها إلى فلان ومن فلان إلى فلان وعلى هالمعدل هذا طريقة ما مقبولة في الدين النميمة حرام الغيبة حرام كل شيء ضمن ضوابطه يعني بعض الأحيان الإنسان يعمل العمل الخير ويرجو من الله الثواب إلا أنه بتصرف ما ربما غير مخلينا في باله يروح يحبط هذا العمل ويروح ثواب ماله وبعدين يصير عليه مصداق للآية المباركة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ده الجهد كله راح عندنا أيضا مجال الأسرة أيضا الأسرة وإحنا قلنا من أول ليلة من شهر رمضان إن نخلي هذا الشهر في السنة هذه اهتمامنا بالأسرة بالأولاد شلون نقدر نجعل الأسرة على مستوى من التوحد التعاون التداخل التآلف التحابب لأن هذه لها انعكاس على المجتمع إذا البيت صلح هذا بداية إلى شنو أن يصلح أيضا المجتمع أما إذا هناك تقاطع ما بين الأخوان وما بين الأخوات وما بين الأزواج شلون هذه وين يروح هذول في المجتمع اللي ويا أخو ما جاي يتعاون يتعاون ويا غيره طبيعة الحال لا ليش بعض الناس لحد الآن مثلا عنده أربعة مثلا عنده سبيل المثال إخوان ما يزورهم ما يمر عليهم يمكن حتى أولاد إخوانهم ما يعرفهم بنات أخوهم ما يعرفهم بنات خواتهم ما يعرفهم أخو طبيب النتيجة هو ليس هذا التصرف ليس من الدين في شيء الآن أنت على حق أو على باطل أنا ما جاي أفصل لك على حق أو على باطل لا وإنما أجي أقول لك الإسلام يجي يقول لنا حتى ولو كنت على حق فكن أنت الأفضل حتى لو أنت على حق وأخوك ضال منك مع ذلك كن أنت شنو الأفضل أنت الأحسن خيركم خيركم من بدأ بشنو سلام روح له ما يضر من زار أخاه المؤمن في بيته بلا حاجة فكأنما زار الله في عرشه فشلون إذا كان بينك وبينه إليك الحق وأنت دست على نفسك المتكبرة ورحت زرته هذا عند الله عظيم عند الله كبير ده الفعل فإذا صارت الأسرة في حالة من التعاون حالة من التآلف حالة من التحابب هو هذا المطلوب هالأسرة وهالأسرة وهالأسرة وبالنتيجة احنا كلنا عوائل من هالبيت من هاللون نجي
طالع انسابنا يشوف ترى كنا ننسب الى بعض. ارجعوا الاشجار العائله مالتكم شوفوها تحصلون. اذا مو بالجد الاول الجد الثاني، اذا مو الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، لا شك انه ليك شنو رابط وياهم. احد المؤمنين منكم هنا من هذه القرية المباركة وافراد المباركين، قل انا اروح ازور اخواني في هذا الشهر، بعض الحين اتاخر كذا، هو عمل ايجابي، بل ذاك مقدم على هذا، ذاك مقدم على هذا، ان تزور ارحامك هذا مقدم، لان هذا فيه شيء الكثير. اذن نحن متشرعين بمعنى متدينين، بمعنى اننا ملتزمين بالصلاة بالصوم بالحج بالزكاة بالاخلاق الدين هذا الولاء. المفترض اي مسلكية من المسلكيات او من العادات اللي فيها خلل معين لا يتوافق مع الشرع، لا يتوافق مع العرف، لا يتوافق مع العقل، لا يتوافق مع الدين، لازم شنو ما نمارسها، ما نمارسها. ده خط أول. الخير عادة كما قال علي سلام الله عليه، والشر عادة، لكن يقول بعدين فعودوا أنفسكم على شنو؟ على الخير، مو على السلوكيات الخاطئة، مو على العادات الخاطئة، لا. واحنا قلنا أيضا من المجلس السابق أن البداية من البيت، البداية من البيت، كيفية التعاطي، كيفية التعامل، كيفية الأخذ والعطاء من هناك مع الأولاد من الصغر. فالعادات التي ليس فيها من الإسلام حظ يجب أن نبعدها، نتأدب بأدب الله بأدب رسول الله، وهذا ما أمرنا به أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين على مستوى رسول الله صلى الله عليه وآله، على مستوى أمير المؤمنين سلام الله عليه، زين، على مستوى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نرجع لهم، دول ضمانتنا، دول اللي احنا نعتمد عليهم في الدنيا والآخرة، ما لنا أحد غيرهم، ترى هم أبواب الرحمة، أبواب الخير. إذا تخلينا عنهم يعني عن أفعالهم، عن مسلكياتهم، عن أخلاقياتهم، وصرنا بس بالاسم وياهم، باكر ما يقبلونا، ما يقبلونا. فلازم نكون بفعلنا، بفعلنا نتقرب إلى أهل البيت. شوف شنو اللي يحبب أهل البيت لنا. طبعا في مجتمع عادات حليوة موجودة الآن جاية تأخذ مطرحها في المجتمع، لكن احنا ضوينا على هذا الجانب وخلينا الإطار عام حتى ناخذ الفكرة بشكل عام. اي مسلكية تشوفها من ابنك الصغير، تشوف هاي المسلكية ما موافقة الدين، ما موافقة الشرع، ما موافقة العرف، ما موافقة طبيعة اخلاقيات الدين، قل له يا ولدي هذه مو من ديننا، مو من ديننا، لا تتشبه باليهود، لا تتشبه بالنصارى، لا تشوف هناك صار هالشكل وانت تسوي مثلهم، لا، انت عندك خطوط، انت عندك منهج، ترى انت مو انسان فاضي ما عندك شيء، لا،
انت عندك خير الدنيا والآخرة منهج رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك تشوف أم البنين سلام الله عليها من النساء اللواتي كن يهتمن كثيرا بهذا الجانب. شوف تعاطيها مع أولادها أبو الفضل العباس على رأسهم أون جعفر. شوف شلون كانوا شلون كانت تربيهم شلون كانت توجههم. مو مهملتهم لا، لأن بيت علي بيت الأدب، بيت علي بيت الأخلاق، بيت علي بيت الفضيلة، بيت علي بيت العلم، بيت علي بيت الكرم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من هذه البيوت يا رسول الله؟ قال بيوت الأنبياء والأوصياء. قال الحجي وهالبيت منهم بعد، ويشير على بيت علي. قال هذا أفضلهم هذا أحسنهم. خلاه بالنتيجة يغص هو، لكن اسمح. يقولون جماعة ما سد الأبواب إلا بابه، باب بيت فلان، يقصدون عمر. شلون جاي تغالط منه انت؟ تغالط التاريخ، تغالط الله، تغالط رسول الله، تغالط منه؟ لا يخدع الله عن جنته ولا يصح الا صحيح. احنا نصور ان ام البنين عليه السلام كانت فقط في هذه الإثارة الحسينية التي أثارتها بعد مجيء أشر بن حذلم إلى المدينة. نتصور أن هذا أمر من حبها إلى الحسين فقط، لا، وإنما هذه أم البنين جاية تأسس إلى الناس أساس أن الإمام هو مقدم على كل شيء. يعني هي فادية نفسها وروحها وأولادها للإمامة، كما كانت فاطمة الزهراء عليه السلام شلون فدت نفسها إلى الإمامة. أم البنين أيضا أربعة من أفضل الأولاد قدمتهم ضحايا من أجل الإمامة، من أجل الإمامة. هذا إذا عدا استعداد الشكل. فطبيعة الحال في العادات والسلوكيات والأخلاقيات حذو القدوة بالقدوة، تمشي معاش ما يفعل الحسين تفعل، ايش ما يفعل الأمير تفعل، هكذا كانت. لذلك تصدع قلبها، ولا هي كانت تدري أن الحسين قتل. أم سلمة أخبرتها على تواصل روحي ومعنوي ويا بيت علي ويا أم سلمة ويا الباقيات من عائلة الحسين، ويعلمون أنه قد قتل أبو عبد الله. لكن كانت أم البنين تريد أن تحدث إثارة في المجتمع وهزة، إن هذه الحالة التي وقفتموها مع الحسين حالة غير صحيحة غير موفقة. أبو عبد الله الحسين يقتل بكربلاء وأنتم سكوت؟ لذلك مولانا الإمام زين العابدين قال لبشر بن حذلم: لقد كان أبوك شاعرا، فهل تحسن شيئا من الشعر؟ قال: سيدي نعم. قال: إذن ادخل إلى المدينة وانعى أهلها بقتل الحسين. جاء هذا الموالي أيضا وأخذ يصيح بأعلى صوته: يا أهل يثرب، إيه يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، قتل الحسين.
فأدمعي مدرى أرو الجسم منه بكربلاء مدرج والرأس منه على القنايات يدار. طلعوا الناس صاير الصياح يصيح والكل ينوح يضرب على راسه آخر يضرب على صدره آخر يهرور جاي يركب إلى الناعي وينك منه الميت منه المقتول. وإذا به يقول الحسين الحسين يا أهل يثرب لا مقام لكم قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مدرج والرأس منه على القنايات يدار. طلعوا الناس من كل حدب وصوب أم سلمة أيضا وياهم أم البنين أيضا جاءت وهي تتعادى في مشيتها. الله أكبر شلون طلعت أم البنين وصلت إلى الناعي وهي تقول أخبرني عن الحسين ما هو يصيح الحسين مقتول. التفت إلى من حوله قال ألا تسمعني هذه المرأة أنني أنعو الحسين. قال لي مش لا تلومها لا تلومها معذورة هي معذورة هالمرأة معذورة. ليش معذورة؟ قال هان ما تعرف أنت هي زوجة أمير المؤمنين هذه أم العباس عندها أربعة من الأولاد مقتولين شهداء عذرها مذهول عن رايها. التفت اليه وقال يا ام البنين اذا عظم الله لك الاجر. اخذ يعدد اولاده واحد بعد واحد وكل ما قال له واحد من اولاده هي زادت بكاء يا صاحت اخبرني عن الحسين وإذا به يقول يا أم البنين عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. قلت ما سألتك عين أخبرني عن موجة قلبي الحسين. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في أبي عبد الله الحسين. بشر بن حدلم صاح صاح بيها يا أم البنين كان تردين الخبر مني عن حسين ردي الى داري نصبي مات منه يا ام البنين بكربلاء الحسين مذبوح مذبوح في كربلاء الا بالله استعدي عين البواء اكي يا ام البنين. ردوا اليتامى وانذباح عباس يا ام البنين اذبحوا كلهم على القاع سيم ظل مجرد ومكسى ومخدرات حادر عليه فرت بلقنا ويا الحرام والنار تسعر في الصياوي. بعد يوم البنين الأربعة محاد دفنوا دمهم وزلهم التروب صاير كفنوا
ومن الصباح زينب مشت للشام فوق الهز المرعى تشافت مطاعي يم البنيين الأربعة تشدلك النا ما صار بليوت الحراء يا عيب مثل حبا خلى الأرض روس وجثيت ومطهى مدى روس العادي والله قل مدان صوبت يم البنيين الأربعة ما حد دفنهم دمهم وسلهم الترب صاير جفنهم صاحت أولادي وكل من بالعالم يروح ويا ليت بعد حسين ما تبقى لنا روح يا مشرب الله لا تقول حسين مذبوح ما شوف الدنيا عوض عندي لا تدعوني ويك أم البنين اللهم